من وطن البلاد المجيد، من وطن عيسى عليه السلام، نبرق للعالم بأسره رسالة المحبة والسلام، رسالة الميلاد التي سطر نبي الله عيسى عليه السلام معانيها كقيمة أخلاقية وإنسانية عليا. فلسطين البشارة والميلاد والمسرى، ورغم افتقارها لأبسط أبجديات السلام والأمن بسبب إجراءات الاحتلال وسياساته القمعية، لأنها تنثر السلام والمحبة لكل شبر من بقاع وطننا العربي الحبيب، وأن يزور حجاجه هذه المدينة المباركة كما باقي حجيج العالم. شكراً لك يا سلام، وأهلاً وسهلاً بكل مشاهدين بيت الكل. أقف هنا على مسافة 200 متر من شرقي نهر الأردن، وتحديداً من موقع عماد السيد المسيح المختص، أي في الجهة المقابلة لك يا سلام. إذاً من بيت لحم، من موقع ولادة السيد المسيح إلى موقع عماد وولادة الديانة المسيحية، رح نتعرف أكثر على المختص، هذا الموقع الذي يمثل حقبة تاريخية ودينية مهمة جداً. رح يكون معنا في جولتنا لليوم المهندس وعطوفة المهندس رستم مكيجيان ليعرفنا أكثر عن هذا الموقع وأهميته الدينية. نعم زميلي إبراهيم، بالتأكيد، وكل زملائي في برنامجنا العربي بيت للكل، مساء مليء بالأمنيات الجميلة خلال استقبال عام جديد، وأيضاً أخوتنا المسيحيين في كل بلدان العالم وفي كل بقاع الأرض. حقيقة الأمنيات واحدة بأن يكون عام سعيد وأيضاً أعياد مجيدة وسعيدة لكل بلداننا العربية. حقيقة هي الأمنيات واحدة بأن تتوحد الشعوب، بأن يكون الخطاب الإعلامي والخطاب حتى على الصعيد الشخصي للبلدان العربية تكون أمنياتنا واحدة، هي الأمن والسلام حاضر لهذه البلدان العربية. ومن خلال هذا البرنامج العربي نصدر صورة ومشهد ولقطة جميلة من خلال هذا البرنامج العربي بخطاب إعلامي متوحد، وأيضاً تماسك العربي الواحد. كل هذه الأمنيات نستقبلها من خلال استقبال عام جديد بأن يكون عام 2023 هو عام مليء بالسعادة لكل العالم، ولا نشاهد هناك المآسي، وأيضاً لا نشاهد العقبات في طريق أو حياة الإنسان الاعتيادية. نعم زملاء، فعلاً يا أحمد، بيت للكل بيحتفي هذا العام أيضاً مثل العامين الماضيين، نحن نحتفي بكل الرسائل الإنسانية وبالمحبة وبالسلام، نحتفي بأعياد الميلاد وبالميلاد ورسالته السمحة، المحبة والسلام في كل مكان. صحيح أن وطن هذه المناسبة فلسطين لا ينعم بالسلام، ولكن هذا المكان بيت لحم هو مكان السلام والمحبة، ويأتي السائحين من كل مكان لكي يقتدوا بتعاليم الدين المسيحي. اسمحوا لي هنا أتذكر زيارة بيت للكل لبيت لحم، كم كانت جميلة هذه المدينة، فعلا جميلة، وتشعر في هذه المدينة بأن حمام السلام في كل مكان، تشعر بالرسائل الجميلة، وتشعر بناس فلسطين المحبين المحافظين على كل الأماكن الدينية ومحافظين على السلام والمحبة والتسامح. كل هذا موجود في بيت لحم، تعالوا نروح لسلام. نعم يا شافكي، احتفالاتنا مستمرة ومن ساحة كنيسة المهد وبمدينة بيت لحم بفلسطين، أعياد الميلاد المجيد مستمرة، ورح ننقلكم إياها من أربع بلدان، من العراق والأردن ومصر وفلسطين. فلسطين اللي لها النصيب الأكبر من السيد المسيح عليه السلام، وهذا اللي رح يتابعه مشاهدنا من خلال شاشة بيت للكل. كنيسة المهد واحدة من أقدم الكنائس في العالم، وترتبط قدسيتها بأن كانت الشاهدة على ميلاد المسيح عيسى عليه السلام لتكون مهده الأول، وهذا منحها كل هذه القداسة التي ميزتها عن سائر الكنائس حول العالم. تحتضن الكنيسة بين جنباتها الطاهرة أديرة يونانية ولاتينية وأرثوذكسية وفرانسيسكانية وأرمنية موحدة رعايا الرب ب14 شعاعا لنجمة فضية تشير إلى معجزة الميلاد المجيد. تشكل الكنيسة بما تمثله من رمزية دينية طاغية مثار اهتمام بالغ لدى القيادة الفلسطينية التي توليها كامل الرعاية من خلال عمليات الترميم وتوفير كافة احتياجات الصيانة والمستلزمات الأخرى حفاظاً على هذا الموروث التاريخي والديني.
بيت لحم زاخرة بالقداسة وكأنها أيقونة وجدت لتروي حكاية السماء. فشارع النجمة المزدان بالتحف المشغولة يدويا والمغرقة بالرمزية العالية، وهو الشارع الشاهد على حقيقة الرواية وأصولها، لم يتوقف عن الحياة منذ 2000 عام، يعيد للأذهان رحلة العائلة المقدسة إلى مغارة المهد وصولا إلى مغارة الحليب، حيث يأمها اليوم كل من يدعو الخالق أن يهبه البنين من أبناء شعبنا من المسيحيين، كما وهب بمعجزته الحليب للمسيح عليه السلام. أهلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم بألف خير. عم بتتابعونا في برنامج بيت للكل في هذه الحلقة الخاصة والخاصة جدا من فلسطين، هذه اللحظات وتحديدا من ساحة كنيسة المهد من على البلاط المقدس الذي سار عليه نبي الله عيسى عليه السلام، وكنيسة المهد في خلفنا. بسعدنا أيضا في هذه اللحظات نرحب بالأب إبراهيم فلتس النائب العام لحراسة الأراضي المقدسة. أهلا ومرحبا فيك معنا ببرنامج بيت للكل. أهلا بكم، كل سنة وانتم سالمين، كل سنة والأمة العربية كلها بخير وكل الشعب العربي بخير وانتم سالمين. الله يخليك. بكرة راح يكون الليلة المقدسة، الليلة المنتظرة التي يسعى ويتمنى الملايين حول العالم لأن يكونوا متواجدين هنا، ولكن هناك ظروف تحكم لبعضهم، وهناك أيضا عراقيل يحكمها الاحتلال بمنع الوصول لهذا المكان. كيف هي الترتيبات وكيف هي التحضيرات ليوم غد؟ يوم غد يوم كبير، يوم كبير جدا، بتلحموا القدس بينضموا البعض. بكرة غبطة البطريرك بيطلع من القدس من المدينة المقدسة، بيطلع الساعة 11:30، بيكون لي مع كل طبعا موكب كبير جدا مع كل طائفة القدس، مع كل وجهاء الطائفة، بيجوا على ماري الياس. ماري الياس بيكون رئيس بلدية بيت جالة بينتظره، خوري طائفة اللاتين في بيت جالة بيكون في انتظاره، احنا كمان بنكون في انتظاره، وعدد كبير جدا بيكون في انتظاره على ماري الياس، لأنه ماري الياس هي حدود مدينة بيت جالة. وبعد ما يحيي الكل وبعد ما نحييه ونستقبله، بينتقل من ماري الياس إلى قبة رحيل. فقبة رحيل بيكون رئيس بلدية بيت سحور، نائب رئيس بلدية بيت لحم، خوري طائفة 30 في بيت لحم، بينتظروا غبطة البطريرك على قبة رحيل. ومن قبة رحيل بينطلق الموكب إلى ساحة المهد. ساحة المهد لازم يوصل الساعة 1:30، هون بيكون كمان كل الناس، بيكون آلاف مؤلفة، ويعني عدد كبير جدا من الناس. والاستقبال الرسمي اللي هيستقبلوه رسميا هيكون المحافظ، رئيس البلدية، قائد المنطقة، قائد الشرطة، هذول الشخصيات الرسمية، ولكن عدد كبير جدا، آلاف مؤلفة من الناس بكرة، يعني عدد كبير من كل أنحاء العالم هيكونوا موجودين في بيت لحم. الساحة اللي انت شايفها اليوم هلا بكرة بتكون ما فيش مكان حد يحط رجله هناك، وطبعا بيكون على الباب كنيسة المهد، وبعدين بيدخل غبطة البطريرك. وكمان عندنا العشاء، العشاء مع فخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن، وهذا انقطع من سنتين سبب الكورونا. وبعد العشاء بيكون قمة الاحتفال في هذا اليوم، بيكون الساعة 12 القداس الإلهي، وهذا القداس مهم جدا. في القداس بيكون في كنيسة سانت كاترين، وفي مغارة المهد بيكون كمان قداديس متواصلة. فاحتفالات كبيرة، احتفال كبير جدا، يوم كبير، يوم مميز، العالم كلها بتتابعنا، والبيت لحم بكرة بتكون محطة كل إنسان في العالم، كل إنسان بيتمنى إن هو يكون موجود في بيت لحم في هذه الليلة المقدسة. وتاني يوم بيكون كمان في قداس لغبطة البطريرك، لأهالي بيت لحم، لرعية بيت لحم. ف
فمن يعني بكرة وبعده أيام طويلة، أيام كبيرة وحافلة، ولكن هذه هي بتلع، هذه هي بتلع عاصمة الميلاد، وهذه احتفالات عيد الميلاد في مهد الميلاد في عاصمة الميلاد في مدينة بيت لحم، حيث ولد السيد المسيح، حيث ولد كل إنسان مسيحي في هذا المغارة المقدسة اللي داخل هذه الكنيسة. نتمنى تمشي الأمور كما هو مرتب لها وتمشي على أفضل وجه. ننتقل للزميل أحمد شكري في العراق، وقبل الانتقال هناك رسالة للعراق ورسالة لبغداد الحبيبة الجريحة المكلومة خلال هذه النكبات التي مرت على هذا البلد. للأسف العراق وكل الدول العربية مرت بظروف صعبة، والعراق مر بظروف صعبة وما زال بيمر بظروف صعبة. للعراق هيكون في صلاتنا كل الأمة العربية، كل الدول العربية، ولكن العراق بنوع خاص، فلسطين، مصر، الأردن، كمان إنه يعم السلام ويكون في سلام في الأردن، في العراق، يرجع العراق كما كان، العراق القوي، العراق المستقر، العراق اللي هو كان جاذب كل الأمة العربية. أنا مصري كان يعني متذكر وإحنا صغيرين أي واحد كان بده يشتغل ويعمل كان يروح على العراق علشان يجيب يشتغل ويجيب مصاري، فهذا مهم جدا. العراق كان، بتمنى إنه كمان يرجع العراق، العراق كما كان إن شاء الله. إذن الزميل أحمد شكري، ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام مع هذه الفقرة التي أعدها لكم. نعم زملائي ومتابعي برنامجنا العربي بيت للكل، ونحن نتواجد في أروقة شبكة الإعلام العراقي وفي مكسر إخراج البرنامج الصباحي لقناة العراقية العامة، مع الزملاء في الإعداد والإخراج والسيجي وكل من يتواجد في إنتاج هذا البرنامج الصباحي الكبير. حقيقة الأمنيات واحدة هي للشعوب العربية من خلال برنامجنا، الأمنيات تكون الأمان والسلام حاضر، ونتأمل بأن يكون العام المقبل هو عام مستقر لكل البلدان، وأيضا هذه هي المحبة ورسائل والمسجات المهمة لبلداننا العربية والأخوة والمصير المشترك بين البلدان العربية. سوف نتحدث مع الزملاء الإعلاميين من خلال برنامجنا العربي بيت للكل، وننظر إلى أمنياتهم وتطلعاتهم إلى المستقبل الجديد. سوف نلتقي بمخرج البرنامج الصباحي الزميل أحمد أمجد. نقول لك صباح الخير يا أحمد، نأخذ من وقتك شوي. أهلا زميل أحمد، طبعا كل عام وحضرتك وجميع زملائي بألف خير. تمنياتي للشعب العراقي وجميع الشعوب العربية بالدوام الصحة والعافية، وإن شاء الله القادم أجمل للجميع. الأمنيات على الصعيد الشخصي، بما أنه أنت مخرج البرنامج الصباحي ومخرج للعديد من البرامج اللي في قناتنا، ما هي الأمنيات على الصعيد المهني؟ إن شاء الله التوفيق للجميع، ومن تطور إلى تطور أكثر إن شاء الله. إحنا ما نريد نعطلك أكثر من وقت لأن تعرف المكسر والزملاء أيضا متواجدين في الاستوديو. أيضا زملائي زميلتنا هدى سمير هي معدة البرنامج والفقرة الخاصة بقراءة الصحف المحلية والعالمية، أيضا الماشيتات والعناوين تختلف باستقبال العام الجديد. نقول مساء الخير عليك يا ست هدى. مساء النور، كل عام وانت بخير، كل عام وشعبنا العراقي بألف خير والوطن العربي. نتمنى أن تكون سنة سعيدة وننسى اللي راح، وإن شاء الله نستقبلها بالأفراح والسعادة. يا ربي كنا نكون سعيدين هسه وبعد سنين جاية يا ربي، وإن شاء الله ما نشوف أي شيء غير مفرح إن شاء الله. على الصعيد المهني، بما أنه هذه الفقرة فقرة الصحف هي من الفقرات المهمة بالنسبة لكل البلدان العربية، تتصدر العناوين والماشيتات والأخبار التي تكون في بعض الأحيان محزنة والبعض الأحيان تكون سارة، ما هو العنوان اللي تتمني بأن يكون في عام 2023؟ والله أتمنى أنه العراق يصير أكثر بلد آمن بالعالم إن شاء الله يا ربي. ودائما يعني إحنا من نتناول العناوين والأخبار، يعني كل شيء نشوفه من خلال هذا البرنامج. احنا طبعا نتمنى القناة العراقية والقنوات البقية اللي موجودة عندنا، نتمنى دائما تتألق من بين القنوات الموجودة بالوطن العربي والعالم كله إن شاء الله. أيضا احنا ما ننسى بأن أخوتنا المسيحيين شركائنا بالأوطان في العراق، الأردن، فلسطين وكل البلدان العربية، المصير الواحد المشترك، هذا النسيج الذي يكون البلدان العربية على صعيد العراق وباقي البلدان، أيضا تمنياتنا لهم بأن يكون عام سعيد وتكون أفراح ومسرات. طبعا يعني أنا هو عندي أصدقاء مسيحيين، أقدم لهم التهاني والتبريكات، ويا رب يكونون سعيدين
كلهم يكونوا سعيدين بالوطن العربي والعالم، وكل عام وانتم بخير وسنة سعيدة. شكرا لك، وان شاء الله تمنياتنا بالتوفيق وعام مقبل يكون سعيد عليك وعلى العائلة وايضا على الصعيد المهني وباقي الزملاء. شكرا. ان شاء الله كل عام وزملائي بألف خير. شكرا لك احمد. تسلم. ايضا زملائي مستمرين في هذه الحقيقة الاستطلاع، هذا الاستطلاع سوف ايضا نقتحم الاستوديو الخاص بالبرنامج الصباحي مع الزملاء مقدمين البرنامج الصباحي. اليوم متواجدة زميلتنا زينب صباح وزميلنا أيضا عادل جبار، وفي قراءة الصحف الزميل ماهر عدنان. سوف نأخذ بعض أمنياتهم في العام الجديد، خلينا مستمرين. نعم زملائي مستمرين في برنامجنا العربي بيت للكل، تواجدنا في استوديو البرنامج الصباحي صباح الخير يا عراق من أروقة قناة العراقية العامة. حقيقة الأمنيات واحدة لزملائنا الإعلاميين، مثل ما قلت لكم اقتحمنا الاستوديو في دقائق ولحظات، بما انهم معدهم فاصل راح نتعرف على امنياتهم بالعام الجديد وايضا تهانيهم وتبريكاتهم وكل احلامهم وطموحاتهم. خلينا السيدات اولا قبل ما تزعل زميلتنا زينب صباح. مساء الخير. مساء الورد عليك يا احمد، نتمنى لك سنه سعيده ان شاء الله. ان شاء الله. من خلال هذا البرنامج اللي يعرض على البلدان العربيه الامنيات ايضا للاخوه المسيحيين شركائنا بالوطن وكل العالم. أكيد طبعاً كبداية سنة جديدة احنا نتمنى الخير لكل العالم بصورة عامة لكل الإنسانية، وما ننسى أنهم بارك لإخواننا المسيحيين قلهم أعياد رأس سنة يعني يا ربي سعيدة. وبما أنه برنامجك يعرض على القناة المصرية والأردنية أيضاً والفلسطينية، فنقول لإخواننا بالضفة كل عام وانتم بخير وسنة سعيدة، وبالأردن أيضاً كل عام وانتم بخير، وما ننسى الجدعان المصريين ونقولهم سنة سعيدة عليكم، ونتمنى الخير لكل الأمة العربية إن شاء الله. دائماً متأثرين الأغاني المصرية اللي حابيه. اللهجة المصرية هي الأقرب لنا، يعني على اعتبار أنه السينما المصرية يعني هي دخلت لكل البيوتات العربية، وكانت لهجة محببة جداً وأصبحت مفهومة للكل، ممكن نستعر منها مفردات. الأسهل يا المسلسلات والأغاني اللي دائماً تحبيها من الأغاني المصرية الأغاني العربية. والله أني كلش أحب أغاني العندليب عبد الحليم حافظ، وأكيد نجاة الصغيرة، وأسماء كبيرة مثل سيد درويش وأم كلثوم. أكيد غني لهم بس بالبيت هنا ما نقدر نغني. يعني لو أني أقدر أضبط اللحن وكذا لا أغني أكيد، بس ما أقدر أني أمس هذه الأسماء وأغني أني. الأمنيات على الصعيد المهني والشخصي. أكيد يعني أتمنى السنة القادمة تكون سنة نجاحات وتحقيق أماني خاصة إن شاء الله، والصحة والسلامة والحب للجميع. والله يعني أتمنى إن شاء الله أكمل دراسة الماجستير حاليا في السنة البحثية وبعدها الدكتوراه، وأكيد نطمح للأفضل في مجال العمل، والتوفيق والألق لكل العاملين في شبكة الإعلام العراقي، وأيضا سنة سعيدة لكل العراقيين، وإن شاء الله يا ربي سنة خير وسعادة على جميع العالم. طبعا شكرا لكم، انا اخذت من وقتكم انتم في الاستعداد للبرنامج الصباحي. راح اكمل ويا فقره الصحافه زميلنا ماهر عدنان، ايضا نتابع امنياته وكل تطلعاته في عام 2023 والمستقبل اللي دائما نتامل بان يكون هناك فسحه من الامل وبقعه من الضوء. خليكم مستمرين ويانا. زميل ماهر عدنان اللي دائما في فقره قراءه الصحف المحليه والعالميه والعربيه، هناك ماشيتات وعناوين مهمه في هذا الخصوص، ولكن العام الجديد واستقباله يكون مغاير تماما. مساء الخير عليك. استاذ مساك حبيبي الجميل استاذ احمد، نورتنا في برنامجنا العربي بيت للكل. ما هي الامنيات لكل شعوبنا العربيه من خلال شاشه قناه العراقيه والقناه المصريه والاردنيه والفلسطينيه؟ طبعا بالبدايه انا جدا سعيد ان نطل من خلال برنامج بيت للكل والوجوه الجميله والمحاور الجميله اللي تاخذوها بالبرنامج، حقا ممتع. بمناسبة العام الجديد أنا أقول ضرورة مراجعة الذات ولملمة الشتات في نفوسنا. في بداية كل عام يعتبر هو عيد، في العيد نستعيد ما سلبته الأنانية وما هدمه الحزن. بعد هذه الحقيقة الكلام الجميل اللي هو بلملمة للشتات ولملمة حقيقة، احنا من خلال هذا البرنامج العربي متوحدون بالخطاب بالرؤية بالفكر بالثقافات بالحضارات، أمنياتنا على الصعيد العربي ماذا تكون؟ على الصعيد العربي دائما أنا في مجال طبعا الإعلام، أنحاز دائما لمجال الإعلام، أرجو من الإعلام العربي
بخصوص المجال أن يتطور بأساليب وتقنيات العرض البصري والسرد البصري في الصورة الإخبارية أو على مستوى صورة البرامج كي يضاهي بقية القنوات، باعتبار اليوم الجمهور اتجه على وسائل التواصل الاجتماعي وترك الشاشة وحيدة فريدة، لذلك الشاشة بحاجة أن ترجع أن تجذب الجمهور من خلال تقنيات حديثة معاصرة ونواكب هذا التطور. لو كان هناك عنوان أو ماشية معين تتمنى بأن يكون خلال عام 2023 يتصدر الصحف المحلية والعالمية؟ حقيقة يعني السؤال مداهم هذا، بس لنكن أو لنكن أفضل. أفضل. أي. بما أنه هذا عيد واستقبال عام جديد وكل شركائنا بالوطن أيضا والوطن العربي، نتمنى الأمنيات الواحدة بأن يكون الأمن والسلام حاضرا لبلداننا العربية ويبقى النسيج العربي متماسك. أريد نسمع شيء من عندك، شعر، مقطع، أي شيء. راح أقول أنا والغروب الثاكلان، إذا مررت وكل ما حولي غريب باهت، يا قل ما يبقى الحنين إذا تفارق صاحبان وذا حنينك ثابت. الله صح لسانك ويسلم كل ما قلت بخصوص الاستقبال العام الجديد، نتمنى لك التوفيق على الصعيد الشخصي. جزيلا شكرا جزيلا للجميل حبيبي أحمد، أنا أرجو من إطلالتك العربية أن تستمر وأشوفك بتألق دائم وتجدد مستمر. شكرا لك يا حبيبي زميلنا ماهر عدنان، حقيقة زملائي كانت هي الأمنيات واحدة من الزملاء الإعلاميين، خاصة تكون الترابط والتلاحم بين بلداننا العربية، والأمنيات هي واحدة بأن يكون المستقبل أفضل، بأن يكون القادم أفضل رغم ما تمر به البلدان في بعض الأحيان من بعض الإخفاقات، لكن تبقى الأمان هي واحدة ويبقى العطاء هو واحد ويبقى الاستمرار باستقبال عام جديد يكون أفضل لكل بلداننا العربية وأن تعيش في استقرار، وخاصة فلسطين الحبيبة من خلال إطلالتنا لشاشتها أيضا بأن نقول هناك شعب يقاتل وهناك شعب يقاتل من أجل تحرير أرضه. إن شاء الله تكون الأمنيات واحدة بالبلدان العربية، وأيضا نتفق ونتوحد دائما في القضية الفلسطينية التي هي تكون قضية العرب الكبرى. لكم كل الأمنيات الجميلة زملائي في برنامجنا العربي بيت للكل، وأيضا لكم مشاهدينا الكرام بأن يكون عام سعيد على حضراتكم. شكرا لكم. رسالة نبي الله عيسى عليه السلام المحبة والسلام لكل العالم، ومن هذا المكان انتشرت هذه الرسالة وبدأت إجراءات الاحتلال وعراقيله وسياساته بمنع الحجيج العرب من الوصول إلى هذا المكان، وأيضا منع بعض الحجاج من العالم أيضا لأن يزوروا هذا المكان. كيف تنظرون في من خلال موقعكم لكل هذه الإجراءات والسياسات؟ يعني احنا نتمنى ان يكون كله مفتوح، انه ما يكونش فيه جدار، ما يكونش فيه يعني احنا 2002 كان قلنا حصار الكنيسة، 2010 كتبنا كتاب كان اسمه من حصار الكنيسة إلى حصار المدينة، الكورونا كان حصار العالم كله سنة 22. فيعني كمان الضغوطات والجدار والمنع الوصول، منع وصول المسيحيين من بلادنا، من غزة، من ناصرة، من البلاد المقدسة، إنهم يجوا هون، هذا مش وارد. ولكن احنا طلبنا منهم وطلبنا بجدية انه الكل يجب ان يصل الى هذه الكنيسة، الى هذا المكان. طلبنا تصريح لكل مسيحي غزة، لكل انسان في العالم بيقدر يصل لهذا المكان المقدس اللي هو تولد فيه السيد المسيح امير السلام. المسيح هون اعطى السلام للعالم، وهون الكل، كل انسان مسيحي بيشعر انه هو تولد في هذه المغارة، مش بما انه هو مسيحي هو تولد زي المسيح ما تولد في هذه المغاره. فهذا المكان عزيز جدا على كل انسان مسيحي. نرجع لجزئيه كورونا شوي، شو بيعني لفلسطين بشكل عام وحضور الحجيج من كل بقاع الارض لهذا المكان، ونقل رساله فلسطين اليهم ونقل رساله معاناتنا الى هؤلاء الحجيج لينقلوها الى بلدانهم؟ احنا بيت لحم هي عاصمة الميلاد في العالم، هي عاصمة الميلاد. اما بنقول بيت لحم هي محط انظار العالم كله، خصوصا هذه الايام كل العالم بيتغنى ببيت لحم، كل العالم بيعمل مغارة بيت لحم، كل العالم بيعمل شجرة الميلاد، كل العالم بيحتفل بعيد الميلاد. وين صار الميلاد؟ في فلسطين، هون في هذه المغارة البسيطة، في هذا المكان المقدس. فيعني الكثير.
فلسطين تعني الكثير، بيت لحم تعني الكثير لكل العالم المسيحي وكل العالم الإسلامي وكل العالم اللي هو بيؤمن بالله. فهذا المكان مهم جدا، وهذه هي فلسطين، واحنا موجودين في عاصمة الميلاد، يعني أهم مكان. فالوضع إن شاء الله يكون كل شيء تمام، وكمان وجود الرئيس هيكون لي نكهة وفرحة وسعادة إله وإلنا كمان، لأنه هو كمان بيحب يكون معانا، وإحنا كمان بنحب كتير إن هو يكون معانا في هذه الليلة. وكمان بنحيي مصر لأنه كمان أكيد. الرئيس السيسي بيكون كمان موجود في هالتقليد اللي عمله الرئيس السيسي في مصر، إنه هو كمان رئيس الجمهورية بيكون موجود في قداس منتصف الليل في الكنيسة. أبونا إبراهيم، قبل ما ننتقل للمغطس في الأردن الشقيق، رسالتك لكل المؤمنين في الأردن. رسالتنا للأردن خصوصا للملك، إحنا يوم الثلاث كنا عند الملك، كل رؤساء الكنائس كنا عند الملك، كان لقاء جميل جدا، لقاء يعني أب مع أبنائه. حقيقي الملك عنده أفكار كتيرة جدا خصوصا للمستقبل، عنده أفكار كتيرة جدا بالنسبة للاحتلال، عنده أشياء كتيرة جدا بالنسبة للوجود المسيحي، مهتم جدا بالوجود المسيحي الآن، على الوجود المسيحي. فكان لقاء جميل جدا، أنا بحيي الملك، بحيي كل الشعب الأردني، عايش معهم، بنعرف الظروف اللي بيعيشها الشعب الأردني، نتمنى إن هي تمرق بخير وبسلام. أتمنى الخير والسلام لكل الشعب الأردني، لأنه الشعب الأردني هو الضامن وهو الضمان وهو الحامي للأراضي المقدسة والأماكن المقدسة. فكل عام وهم بخير، كل عام وجلالة الملك بخير، كل عام وكل الشعب الأردني بألف خير وسلام، وإن شاء الله هالغمامة تمرق ويرجع الشعب الأردني المتماسك القوي اللي بيحبوا بعض ويخاف على بعض. إذن وصلنا الآن إلى أولى المواقع في المغطس، وبرفقة مدير عام هيئة المغطس عطوفة المهندس رستم مكجيان. رح يكون مشوارنا برفقتك، وبالبداية أنا حاب أعرف أكثر عن أهمية موقع المغطس الدينية والسياحية. أولاً إحنا موجودين بدير بني بالفترة البيزنطية، لكن بقايا فيه بتعود للفترة الرومانية المبكرة، بمعنى آخر فترة سيدنا المسيح يوحنا المعمدان. بالموقع الموجودين فيه حصلت ثلاث أحداث دينية جداً مهمة. أولاً حسب سفر الملوك الثاني صحاح الثاني، نبي الياس عليه السلام إيليا أجا من أريحة، قطع النهر بمعجزة مع تلميذ اليسع، وصعد للسماء بعربة وخيل من نار من هذه التل اللي واقفين عندها. تلميذ اليسع استلم النبوة في هذه البقعة وكمل باتجاه النهر عائدا إلى أريحة، عمل معجزة هناك كمان. لكن في إنجيل متى، عفوا إنجيل لوقا الإصحاح الأول الآية 17 بتأكد أنه يوحنا المعمدان يحيى بن زكريا عليه السلام إجا بروح وقوة إيليا النبي وعاش بمغارة بسيطة بعمد المؤمنين. عند ذاك سؤال، أنت إيليا؟ أنت المسيح؟ أنت النبي؟ قال أنا صوت صارخ في البرية. فإحنا بنفتخر بكل أمانة أقول لكم أنه حفظنا على البرية يوحنا المعمدان زي ما هو موصوف بالكتاب المقدس. نعم. فمثلا القصب اللي بنشوفه، نعرف انه القصب بيطلع محل فيه
مية كثير صح. فالقصب سيدنا المسيح بيسأل عنه، مثال على ذلك هو إنجيل متى الإصحاح 11 الآيتين 7 و 8 اللي سيدنا المسيح بيسأل الناس اللي بيسمعوا له: ماذا أنت ذاهب إلى البرية تشاهد؟ أقصبة تهجها الرياح أم إنسان يرتدي ملابس من حرير؟ هذا سيدنا المسيح بجاوب سؤاله، بقول اللي بيلبس ملابس من حرير بيعيشوا بالقصور. لكن كمان نعرف إنجيل متى الإصحاح الثالث الآية الرابعة إنه يوحنا المعمدان كان يأكل عسل البري والجراد. نعم. في نباتات محيطة بالتل اسمها الينبوت، هي مكان معيشة النحل. إحنا كهيئة ملكية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد كبير مستشارين جلالة سيدنا للشؤون الثقافية والدينية، نفتخر نقول حافظنا على الموقع زي ما شافوها الأنبياء والرسل. نعم. إذا وصلنا مع عطوفة المهندس إلى نبع يوحنا اللي رح نعرف قصته من خلالك. لا شك بأنه المناظر جميلة جدا، وفي قصة أيضا جميلة جدا مرتبطة بهالموقع. هذا الموقع موجودين فيه بنشاهد فيه نبع يوحنا المعمدان، وصف من قبل لا يقل عن رحالة عدد اثنين، أولهم اسمه أنتونينوس من مدينة بيتشنسا في إيطاليا، اللي وصف النبعة إنه بلش من جنب مغار اللي عاش فيها يوحنا المعمدان اللي عمد فيه المؤمنين. لكن في رحالة آخر من روسيا اسمه دانييل اللي وصف نفس النبع كمان. طبعاً أهل المنطقة بسموا الموقع كان وادي الخراط، وهذه نسبة إلى صوت المي اللي نسمعها اللي عمد فيها يوحنا المعمدان المؤمنين بانتظار قدوم سيدنا المسيح. فزي ما ذكرت الموقع ببساطته هو ثروتنا، لأنه يعطي اللمسة المطلوبة الروحانية لحجاج لهذا الموقع المبارك المقدس. ومن هون أكيد نمشي على مسار النبع اللي راح يوصلنا على المكان الأهم اللي هو مكان لقاء يوحنا المعمدان مع سيد المسيح، تعميده لسيدنا المسيح، بداية المسيحية في البقعة اللي راح نوصلها بعد دقائق. يعني وصلنا مع عطوفة المهندس لأهم موقع اللي رح نشرح عنه أكثر وعن قصة وقدسية هذا المكان. عطوفتك يعني نتحدث أكثر، القصة الجوهرية تكمن هنا. سيدنا المسيح لما شاف يوحنا المعمدان قادم من ضفة الغربية بيقطع النهر مع الناس الثانيين، تعرف عليه من خلال روح القدس وأشر بإصبعه وقال: هذا هو حمل الله. نعم. عند وصول سيدنا المسيح إلى يوحنا المعمدان طلب يتعمد منه. يوحنا المعمدان قال: أنا بحاجة أن أعتمد منك، أنا ليس أهلاً أن أحل سيور حذائك. لكن لإتمام كل بر وأمام إصرار سيدنا المسيح قام يوحنا المعمدان بتعميد سيدنا المسيح. من اليوم التالي سيدنا المسيح بيجي واخذ الإخوة اثنين أندراوس وسمعان اللي بسميه بطرس اللي الصخرة المسيحية اللي رح تبنى عليها، وبلش رسالته. لهذا السبب أوائل المسيحيين حبوا يبنوا كنائس لذكرى هذا الحدث المهم والمكان المهم. أول كنيسة بنوها وصفها رحالة اسمه ثيودوسيس من شمال أفريقيا، كانت مرتفعة على أعمدة
لحمايته من فيضانات نهر الأردن. لكن الزلازل كانت سبب في دمار أول كنيسة. هل استسلموا أوائل المسيحيين؟ أبداً، أخذوا حجارة الكنيسة الأولى من الدمرة. بحب هون أذكر أحد الرحالة شو قال، كيف بتطابق 100% مع اللي بنشوفه. رحالة اسمه أركولف من فرنسا قال: إذا رجل طويل نزل عبر الدرج مياه النهر المباركة تصل إلى صدره بالصيف وتغمر رأسه بالشتاء، ولكن أضاف: عند فيضانات النهر الكبيرة تغمر كنيسة الرداء المرتفعة على 4 قواعد. 4 قواعد بنشاهدنا اللي موجودة الآن أمامنا 100%. لكن إيش بميزهم؟ شو شكل المي بين 4 قواعد؟ هو الصليب. كيف كانت تبنى أحواض التعميد للفترة المسيحية البيزنطية؟ على شكل صليب. لكن هذا الحوض المصلب الوحيد بالعالم اللي استخدم مياه نهر الأردن المباركة لتعميد المؤمنين فيه، وهو الأكبر. يعني تصميم جدودنا له معاني كبيرة بهذا الموقع المميز. الكنيسة الثانية اللي وصفناها دمرت بسبب الزلازل أيضاً، فالمهندسين غيروا بتصميمهم، اختاروا بقعة أعلى شوية مرتفعة، بنوا فيها بازيليكتين، يعني عبارة عن كنائس لها أكثر من رواق، 3 أروقة لحمايتها من الزلازل. لكن البازيليكتين بنوها دمروا بسبب الفيضانات. هل استسلموا؟ لا. فالحديث بطول عن هذا الموقع وأهميته، لكن بحب أقول إذا ما فعلياً زاروا اللي بيشاهدوا هذا البرنامج هذه المواقع حسوا بالروحانية الموجودة فيها، مش رح نقدر أعتقد نوصل الصورة كاملة. فمن خلالكم بعتقد ندعو جميع المشاهدين لزيارة هاي الأماكن المقدسة المباركة. أكيد، يعني من خلال كلامك هناك رسالة إنسانية تدل على الوئام، على العيش المشترك اللي بيجمع دائما الأردنيين. ولا شك بأنه هذا الموقع وروحانيته وجماله بيعكس فعليا صورة جميلة جدا عن الأردن، ونقطة مهمة تدل على أن الأردن دائما له تاريخ، له إرث يجب الحفاظ عليه. من خلال أكيد جهودكم بدي أشكرك عطوفتك على وجودك معنا لليوم، ويعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله دائما أن يكون هذا المكان جامع لكل المؤمنين. شكرا جزيلا. شكرا. إذن من هنا من شرقي نهر الأردن حيث تعمد السيد المسيح انتهت جولتنا لليوم. شكرا لكم على المتابعة. نشكر زميلنا إبراهيم اللي قدم لنا صورة الاحتفالات بالأعياد المجيدة في الأردن. وكنا حكينا أبونا إبراهيم قبل الانتقال للزميل إبراهيم بأهمية هاي الزيارات اللي بتتم من خلال الطرف الرسمي الأردني لليلة القداس، وأيضا وجودكم في الاجتماعات اللي تمت مع جلالة الملك. أهم المواضيع اللي تم طرحها خلال هاي الاجتماعات، يعني أول شيء دائما الملك قبل عيد الميلاد، قبل عيد القيامة، شهر رمضان، بيدعي كل رؤساء الكنائس علشان يعيد عليهم، علشان يكون معاهم، علشان يعرف أحوالنا، علشان يعرف إزاي عايشين. وبالنسبة له الوجود المسيحي مهم جدا. شعرنا إن هو الآن على الوجود المسيحي، الآن على اللي بيصير هون. كمان قال في زياراته من عام القادم زيارات الخارجية لازم يكون مع وفد من الكنائس المسيحية. وكمان في عيد الميلاد هون دايما بيكون في ممثل في القداس عيد الميلاد، ممثل عن جلالة الملك. فهذا كمان مهم جدا، لأنه وجود الأردن هون مهم، وجود الملك مهم، وجود يعني رعايته إلنا والأماكن المقدسة هذا مهم جدا. وحقيقي يعني احنا كل رؤساء الكنائس لما كنا هناك وطلعنا من هذا الاجتماع كلنا حسينا بارتياح، حسينا انه فعلا كنا مع اب بيهتم بينا، بيهتم بكل شيء. وبنتمنى ان يكون هيك،
ونتمنى أن يكون الأردن هذا البلد الآمن، هذا البلد المستقر، هذا البلد اللي هو الضامن لكل شيء وكل الدول اللي حوالينا، أنه هو يكون فعلا يرجع كما عرفنا. بنعرف أنه بيمر بهذه اليومين ظروف صعبة، نتمنى أنه هذه الغمامة تمرق ويكون كل شيء تمام في الأردن والسلام يعم في الأردن، ويكون فعلا هذا الشعب الأردني القوي اللي احنا عرفنا وعدنا. مثل ما تحدثنا قبل قليل أبونا إبراهيم عن الدور اللي بتلعبه مصر في هذه المناسبة، وأيضا الجهود اللي بيبذلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في رعاية الأقباط في مصر، وأيضا كل المؤمنين اللي موجودين في مصر، رسالتك لهم من مدينة السلام. يعني رسالتي لمصر، مصر الغالية، أنا مصري يعني بعشق مصر طبعا. مصر بتمنى لهم السلام من هذا الأماكن، من هذا المكان المقدس، مصر العروبة، مصر اللي احنا بنقول اللي بيصير فيها هلا واللي بيعمله الرئيس السيسي إشي عظيم جدا. هاي أنا شخصيا بصلي لشخصه، لشخص السيسي دايما، لأنه إنسان عظيم، إنسان عمل كتير، إنسان كمان بدأ تقليد ما كانش موجود في مصر، إنه هو الرئيس المصري يروح على الكنيسة في ليلة عيد الميلاد، هذا كمان ما كانش موجود. هو بدأ القديس الرئيس الرئيس السيسي الرئيس العظيم، فهو اللي عندي محبة خاصة، فدايما أنا بذكره في صلاتي إن ربنا يقويه، ربنا يعطيه القوة، وخلص مصر من أشياء ما حد أبدا كان ممكن يتصورها. فكمان العائلة المقدسة راحت على مصر، أما صار في خطر على الطفل يسوع من هون في هنا من هيرودس، الملك قال ليوسف خد الطفل وأمه وروح على مصر. مصر الحامية، مصر الحامية العائلة المقدسة، مصر هي اللي حامية كل العرب، ومصر هي الحامية للقضية الفلسطينية وكل الشعب الفلسطيني، وهذه هي مصر. فكل التحية وكل الاحترام وكل الأمنيات وكل الخير وكل السعادة للشعب المصري. أن اعتمد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان ورئيس الكنيسة الكاثوليكية مسار العائلة المقدسة في مصر، وذلك ضمن رحلات الحج المسيحي. ومنذ هذا الاعتماد اهتمت الدولة المصرية أيضا بهذه الرحلة، واهتمت أيضا بأن يكون التطوير من خلال عدد من المحافظات والأماكن التي مرت عليها رحلة العائلة المقدسة. فنحن نتكلم عن مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة 25 نقطة، منها 8 محافظات لشمال سيناء، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، القاهرة، البحيرة، المنيا، أسيوط. والحقيقة يعني هذه الرحلة وهذه النقاط مهمة جدا، وهي أيضا نقاط مهمة للحج المسيحي. بمناسبة أعياد الميلاد والكريسماس وأيضا هذه الرحلات الدينية الجميلة، تعالوا نغوص في هذه الرحلة ونتعرف على المزيد منها مع دكتور حسام هزاع، الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة والإخوة المسيحيين والأقباط بألف خير وسلام. الحقيقة هذه الرحلة، هذه الرحلة حيث الدين والتاريخ والأمن والأمان أن يأتوا إلى مصر بلد السلام، كلمنا عن أهميتها وكلمنا عن مشروع التطوير. لما اعتمدت رحلة العائلة المقدسة من بابا الفاتيكان في الكنيسة أو الكنيسة الكاثوليكية، لما جه مصر حس هو نفسه كمان وشعر بالاستقبال والأمن والأمان، وإن مصر طبعا كلهم عارفين إن هي أرض السلام من زمان طبعا، ومذكورة في كل الكتب الدينية والكتب السماوية. ففي نهاية 2017 بداية 2018 أعلن رحلة الحج للكاثوليك في العالم، ودولت حوالي ما يقرب من 2 مليار،
ومستهدف منهم في حالة السياحة حوالي 1.2 مليار. طبعا احنا بنتكلم في حالة الترويج السياحي للرحلة المقدسة والحج واعتمدت اعتماد كامل. في 5 مناطق موجودة حاليا، وجات جروبات سياحية زارت المناطق دي من إيطاليا ومن أمريكا إلى آخره، وفعلا مشيوا في مسار العائلة المقدسة. الرحلات دي رحلات روحية دينية، بيبقى فيها أحداث تاريخية وأحداث دينية، بتشعر دايما السائح الأجنبي بالأمن والأمان، ولكن هم كبار السن، فالترتيبات اللي اتخذت الفترة الماضية من قبل التنشيط السياحي والترويج السياحي وعمل كتالوجات بلغات مختلفة كبيرة، يعني مثلا الإنجليزية والألمانية والإيطالية والروسية إلى آخره، تمت من أجل التنشيط والترويج. حصلت شوية معوقات مع كوفيد-19، المشروع الحقيقة لم يكتمل في وقته، فده أدى إلى تأجيل بعض النقاط، ولكن هو دلوقتي ممكن فعلا الحج بمناسبة الأعياد إن هما يحجوا في 5 أماكن، في عندنا مصر القديمة، في المعادي، في وادي النطرون، في المطارية، في يعني الأماكن دي. فإذا عندنا 5 نقاط جاهزة. فخليني طيب أفكر بفكر الحج المسيحي. فهو يأتي مثلا من بيت لحم، هل بيأتي البداية من بيت لحم من فلسطين يمر بالأردن وينتهي بمصر، ولا هي ليها ترتيبات أخرى؟ هو في حج كان بيبقى اسمه هولي لاند، طبعا الحج ده بتجي جروبات سياحية، يا إما يبتدي من الأردن القدس، وبعد ما يخلص في بيت لحم بيجي من منفس طابة، دول سياح موجودين، وبعد بس ده بيعمل الـ3 دول وبيجي مصر. في طبعا عندنا بيزور جبل سيدنا موسى، جبل التجلي الأعظم سانت كاترين، الجبل الوحيد في العالم اللي طبعاً. سانت كاترين طبعا اللي تجلى فيه ربنا وكلم طبعاً. سيدنا موسى على الجبل، وده حاجة بتمتاز بيها مصر، أرض السلام، أرض الأمن، أرض الأمان، وطبعا سيدنا موسى وسيدنا يوسف، ويعني قصص كتيرة بتدل على عظمة مصر وتاريخها وديانتها، والـ3 ديانات هتبقى في سيناء برضو على جبل التجلي العظيم. فالمهم بعد ما بيجوا من منفس طابة بيزوروا بقى، في منهم اللي بيزور دير سانت كاترين، وطبعا بيبقى في الناحية الدينية والروحية والثقافية، في اللي بيصعد الجبل، ممكن اللي بيصعد على رجليه جبل طبعاً. سيدنا موسى، وبعد كده في منه اللي بيطلع بالجمل وبيبقى في جايد بدوي هو اللي فاهم المنطقة والطرق إلى آخره، وبيطلع وبيشوفوا شروق الشمس وبعدين بينزلوا. هي بتبقى رحلة ليلية أصلاً. يعني هما بيصعدوا في الليل لحد شروق الشمس، وبعد كده بيجوا يتجهوا إلى القاهرة، بيقوموا بزيارة بقى الأماكن بقى مصر القديمة، الكنائس طبعاً، كنيسة. طيب أنا عايزة أرجع إلى هذه الرحلة اللي بنعتبرها للعائلة المقدسة، وهي رحلة مقدسة طبعاً. يعني هذه الرحلة في التاريخ لما نقرأ كتب التاريخ بنلاقي انه البلاد اللي مروا بيها كان فيها كثير من الاثار، اثار فرعونية واثار قبطية، يعني وفي اماكن للعبادة القبطية موجودة. هل ده كان الدليل اللي بين لنا المسار، يعني اكد على المسار طول الوقت؟ الاماكن اللي زاروها هي كانت الاول يعني فرعونية أو مصرية قديمة، وبعد كده الفترة بتاعت اليونانيين ثم الرومان، وبعد كده بعد انتشار المسيحية طبعا بقت في الأماكن المسيحية اللي أطلق عليها قبطية، وقبطي يعني مصري. فهم مشوا في المناطق دي للاحتماء بيها، وتنقلوا من منطقة إلى منطقة بقى، سواء بقى المنطقة في الشرقية أو في الغربية أو في أسيوط أو في المنيا إلى آخره، وعادوا من نفس المسار تاني ورجعوا نفس المسار. كنت أقرأ كمان إنه السيدة مريم العذراء يعني في أحد القرى كانت الحقيقة بتساعد الناس وتساعد في الخبيز، ويعني كانت بتساعد السيدات. يعني هل الكلام ده مثبت ولا هل ده كلام حقيقي في التاريخ؟ هو ده كلام مثبت تاريخيا على حسب ما وصل من المصادر، لكن ما فيش تصوير كامل للرحلة أثناء، يعني احنا مثلا في التاريخ المصري القديم بنلاقي فيه صور على المعابد والحاجات دي، ولكن صحيح. الرحلة دي
كانت تعتبر زي رحلة سرية. أيوة، لأن هم كمان أخذوا طريق غير معروف علشان يبقى بالزبط. آمن بالنسبة لهم. فالأماكن اللي ممكن تزور زي ما قلت لحضرتك دلوقتي حتى الآن، وفيها تأمين وفيها كل شيء لأن ده مهم جدا، وبرضو في أديرة موجودة كذلك في وادي النطرون لأن هم نزلوا وادي النطرون، زائد مصر القديمة في الكنيسة المعلقة طبعا، بس هي دي مش دي اللي كانت فيها العائلة، كنيسة أبي سر اللي اختفت فيها، استخبت فيها العائلة المقدسة، وكانت من ضمن الرحلات، وقعدوا فيها تقريبيا حسب المصادر التاريخية 3 شهور وكم يوم يعني. وبعدين ابتدوا بقى يتخذوا رحلتهم مرة أخرى إلى العودة من نفس المسار اللي جم منه عن طريق رفح أو غزة أو عن طريق الزعنين والفرمة إلى بيت المقدس. طيب، هل ممكن أقول أنه المسار اللي بدأ من زي ما حضرتك ذكرت من رفح لحد ما وصل إلى أسيوط تقريبا، فإحنا بنتكلم على رحلة طويلة جدا طبعا، يعني رحلة داخل محافظات مصر وداخل الخريطة المصرية، هل هي كانت بحث أكثر عن الأمان ولا هي للتنقل وقتها يعني، أو الاختباء للأمان، أو حتى ما يكونش المكان ثابت اللي هم موجودين فيه؟ هو طبعا السيد يوسف النجار كان له زي النبوءات أو له خطة معينة للحفاظ على أمن الطفل اللي هو سيدنا عيسى والسيدة البتول سيدة مريم طوال فترة، فكانت رحلة هي أمان أكتر، وده بيدل على أن مصر كانت بلد الأمان في الوقت ده، لأن هيرودوس أو الإمبراطور الروماني كان عايز بيقتل الأطفال ساعتها كلهم من أول مولدهم لغاية سن سنتين، كان خايف على هو كان عنده مفهوم خاطئ أن اللي هيجي يزيله من العرش، هو لأ، هو كان سيدنا عيسى جاي بالمحبة والسلام ورسالة طبعاً. للدين الجديد بالمحبة والسلام وليس عزله من العرش، فدي كانت النقطة، فكانت رحلة دينية، الأمن والأمان هنا في كل محافظة نزلوا فيها كانوا بيحسوا بالأمان وكانوا بيقعدوا بيها فترة الأمان والاستقرار. طيب، السؤال الأخير، إحنا بقى كمصريين هل نحن مقدرين لهذه النقاط؟ هل الأهالي الآن في الأماكن الدينية اللي موجودة أهلنا من الإخوة المسيحيين نحن نعرف هذا التقدير والناس بتنتظرهم وتستقبلهم وبيبقى طقس ديني رائع كده؟ طبعا العوام بيقدروا ده، وعايز أقول لحضرتك حاجة، يمكن حتى في العصر الحديث كل الجنسيات اللي جت مصر وزارت مصر بترجع بتنقل صورة إيجابية، وبيحسوا إن هم زيهم زي أي مواطن نتيجة للتعامل والأمن وكل شيء حتى في عز الأزمات، بصرف النظر كمان عن الدين يعني، حتى لو لقيت الجنسيات كلها الدول اللي حصلت فيها حروب وجم مصر بلد الأمن، مصر بلد السلام، بيجوا بيتعاملوا كويس جدا، فطبعا كانوا العائلة أو رحلة العائلة المقدسة كانوا بيلاقوا ترحاب كبير جدا في كل نقطة بينزلوا فيها وفي كل منطقة بينزلوا فيها، وحتى في الوقت الحالي الشعب المصري شعب مضياف، شعب بيحب وشعب وسطي، فهو ده اللي بيخلي بينقل الصورة الإيجابية يعني. احنا الفترات الماضية لما اتنقلت الصورة الإيجابية حتى العالم كله في الكوب 27 ما هو شاف الأمن والأمان، الرئيس الأمريكي جه، الرؤساء، طب ما ده كله أمن وأمان، المعايير والمقاييس اللي موجودة، الخدمة اللي قدمت على مستوى الدولة وعلى مستوى القطاع السياحي وعلى مستوى الاستراتيجيات كلها اللي وضعتها الدولة لنجاح حاجات زي كده، ما دي كلها بتعبر عن ثقل مصر السياسي، ثقلها الأمني، ثقلها السلام اللي بيلاقوه الناس وحب الشعوب الأخرى. أكيد، الحقيقة نتمنى أنه كل الناس اللي يحبوا يزوروا بالذات الإخوة المسيحيين ويكملوا هذا الطقس الديني والحج المسيحي، ويعني يأتون إلى مصر بأمن وأمان كما جاءت العائلة المقدسة. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور حسام هزاع الخبير السياحي، بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا في بيت للكل. الله يخليك يا فندم، أنا اتشرفت بحضرتك وبالبرنامج وتنورت بيكم كلكم، وكل سنة والشعب المصري كله طيب وبخير. وانت طيب وبخير.
شكرا جزيلا لك شافكي، وكل عام وانت بخير والشعب المصري كله بخير وبلداننا العربية اللي عم بتتابعنا في هذه اللحظات بألف خير من ليلة الميلاد، وأيضا لمصر الحاضنة القوية والدائمة للشعب الفلسطيني ولكل قضايا أمتنا العربية نتمنى لها بإذن الله كل الخير. رسالتكم أبونا إبراهيم في ختام هذه الحلقة من برنامج بيت للكل. رسالتي كل الأمنيات للشعب المصري، كل السعادة والخير، والله يبعد عنهم كل شر، الله يحميهم، الله يحمي الرئيس السيسي، الله يبعد عنه كل شر، الله يقويه. مش سهل، مسك البلد في ظروف صعبة جدا، كنا رايحين إلى ما لا يعني إلى ما لا يحمد يعني كان صعب جدا وين رايحين، ولكن هو الرئيس السيسي بعتقد بصلوات كل الشعب المصري مسيحيين ومسلمين قدر ينقذ مصر زي ما مصر أنقذت العائلة المقدسة. أما راحت ما كانش في أي مكان تتحامى فيه غير مصر، وهي مصر الحامية، مصر هي أم الدنيا، مصر هي البيت الدافئ، مصر هي اللي إذا مصر بخير الأمة العربية كلها بخير، وهذا لازم كل يعرفه. واسم البرنامج بتاعكو بيت للكل، ورسالتك لكل مشاهدين العرب إنه في مصر في بيت للكل، ومصر هي بتستقبل الكل. مصر ما بتشوفها بتروح على مصر بتلاقي السوري واللبنان والفلسطين وهيك، مصر ما فيهاش مخيمات، مصر فيها بيت للكل على اسم البرنامج طبعا. لكل مشاهدينا في مختلف دول العالم اللي عم بتتابعنا الآن وأيضا في العراق والأردن وفلسطين، كل الشعب العربي، كل الأمة العربية بنتمنى لهم كل خير، بنطلب من طفل المغارة إنه يحمي كل الأمة العربية، يحمي كل الشعب العربي، يحمينا ويعرفوا إنه كمان مصر والشعب العربي لهم الحق إن هم يعيشوا بحرية بكرامة. وكمان الشعب العربي شفنا في المونديال الشعب المغربي قديش وصل قديش عمل، وانا واثق ان المستقبل هيكون افضل، وهيعرفوا انه الشعب العربي شعب قوي ذكي عنده اشياء كثيرة يقدر يقدمها، وهذا انا بعتقد المستقبل لنا. النائب العام لحراسة الأراضي المقدسة الأب إبراهيم فلتس، شكرا جزيلا على حضورك معنا اليوم في برنامج بيت للكل، وإحنا تشرفنا بحضورنا معك. شكرا لكم، وشكرا لبيت للكل اللي اسم البرنامج عجبني كتير، وإن شاء الله دايما يكون بيت للكل في كل مكان، في كل دولة عربية، في كل حارة من حارات الأمة العربية يكون في بيت للكل لكل إنسان، وهذه هي الأمة العربية، وهذا هي الشهامة والكرم العربي لكل إنسان. هذه هي رسالة برنامج بيت للكل في الختام، رسالة المحبة والسلام لكل عالمنا العربي، ونأمل بأن يعود العام القادم وقد قدم حجيج عالمنا العربي إلى هذه البلد المباركة، وأن يكونوا في هذه المناسبة الدينية، وأن ينعموا بالسلام والأمن في كل بقاع عالمنا العربي. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج بيت للكل.